تمام يا شباب، يلا خلاص اتكلمنا في ال اتكلم عن موضوع الريسيرش وحوالي يعني تقريبا على قد ما اقدر حاولت اغطيه. كنت عايز اقول بس موضوع ان الريسيرش كمان بيفيدك في حته الفيلوشيب، لو انت عايز تعمل فيلوشيب بعد كده تقدم على كومبيتيتيف فيلوشيب بعد الريزيدنسي مثلا زي الجي اي او الكارديولوجي. انت لو عامل ريسيرش قبل الريزيدنسي زي ما احنا عملنا او من الناس اللي بتعمل ريسيرش عموما، فانت مش هتحتاج انك تبذل مجهود كبير بعد النيابه في انك تعمل ريسيرش تاني، لان هنا معظم او يعني الناس اللي شفتهم اللي هم اللي خلصوا ريزيدنسي وخدوا مثلا جوب زي هوسبيتالست مثلا ممكن يعملوا سنه ريسيرش مثلا في الجي اي او الكارديولوجي، الحاجات اللي هي الكومبتيتيف، علشان يعمل عليها يقدم عليها فيلوشيب. فبيحاول على قدر الامكان ان هو يكون عنده ريسيرش اكسبيرينس او بيكون عنده بابليكيشن. فانت لو عامل الكلام ده كله قبل الريزيدنسي فانت بترتاح في الماتش تاخد ريزيدنسي، وفي نفس الوقت انت بترتاح انك تقدم على الفيلوشيب بعد كده لما بتخلص الريزيدنسي. تمام. طيب كنت عايز اتكلم على حاجه بسيطه برضو كان الناس كتير سالت فيها، موضوع ان انت تعمل اوبزرفرشيب وانت في الريسيرش. بصوا بقى، انا يعني الموضوع ده انا دخلت فيه جامد الفتره يعني من سنه تقريبا، ويعني بالخبره اللي عدت عليا استنتجت حاجات معينه. بصوا، انك تعمل اوبزرفرشيب في وقت الريسيرش فانت ما حدش هيسمح لك تقريبا انك تعمل حاجه زي كده الا لو الدكتور بتاعك او المنتور بتاعك نفسه اللي هو انت بتعمل معاه ريسيرش. يعني انا دخلت للدكتور في الجي اي بعد تاني شهر او تالت شهر وطلبت منه ان انا اعمل شادوينج معاه في الديبارتمنت بتاعه في الجاستروانتروجي، وكان مرحب جدا، ما كانش عنده اي مشكله. يعني هو قال لي مثلا انا بيروح الكلينيك مثلا كل يوم ثلاث، فقال لي تيجي معايا كل يوم ثلاث، ومثلا يوم الخميس بيبقى مثلا بيعمل اندوسكوبي او حاجه زي كده، فانا بروح مثلا اقف معاه، ساعات ممكن بيسالني، ساعات ممكن بيقول لي يعني بيقعد يشرح لي حاجات معينه هو بيعمل اندوسكوب الحاجات دي كلها. ف يعني استفدت منها بصراحه وكتبت لي برضو في الليتر. بس لما جيت ان انا اقدم على طلب ان انا اعمل اوبزرفرشيب في المكان تاني بره كنتاكي، او حتى كمان كنت حتى مقدم على اوبزرفرشيب مع دكتور بطنه تاني جوه كنتاكي، فالموضوع اترفض، لان انت بتنزل للجي 1 ادفايزر بتاعك اللي هو بيبقى اللي هو الانترناشونال اوفيس، اللي هو الراجل المسؤول عن اي حاجه تحصل لك على موضوع الجي 1 مثلا، عايز تغير حاجه تساله عن حاجه، ده واحد قاعد هو شغلته ان هو بتاع الجي 1 ريسيرش للطلبه الوافدين اللي هم زينا او الناس اللي هم جايين يعملوا ريسيرش. فانا لما جيت اتكلمت معاه فقال لي ان انت الابوينتمنت بتاعك هنا في جامعه كنتاكي على ريسيرش، فممنوع او ما ينفعش ان انا ادي لك اذن تعمل اوبزرفرشيب. فلما انا بقى بتكلم مع الدكاتره اللي انا عملت معاهم ريسيرش فهم بالحب كده اللي هو يعني في اطار الريسيرش ان انا بعمل معاهم اوبزرفرشيب. تمام. بس هي بتكتب لك اوبزرفرشيب في الاخر، وانت بيني وبينك يعني الدكتور لو حبك وانت اشتغلت معاه كويس الدكتور بيعمل لك اللي انت عايزه. يعني ما عندوش مشكله ان هو يكتب ان انت عملت كلينيكال اكسبيرينس، ما عندوش مشكله ان هو يكتب ان انت عملت الكتيف، والله ما عنده مشكله فعلا. انا بقول لك يعني انا عارف انا بقول لك ايه، ما عندوش اي مشكله، وبيكتبها لك عادي ان انت كنت بتروتيت معاه وانت اصلا ممكن ما تكونش دخلت الديبارتمنت ده، وممكن يكتبها لك ان انت عشان اشتغلت جامد في الريسيرش بتاعه وشغلك كان كويس وعجبته وحبك فحابب يخدمك باي طريقه معينه، يعني طريقه معينه، فبيعمل لك حاجه زي كده بيساعدك فيها وبتكتب لك في السي في ان انت عملت كلينيكال اكسبيرينس. لكن انك تعمل اوبزرفرشيب او الكتيف في مكان تاني او مع دكتور تاني جوه الجامعه حسب الاكسبيرينس بتاعتي، الموضوع ده انا ما قدرتش اعمله، لان عندي هنا الجي 1 ادفايزر بتاعي كان هيوقف لي في الموضوع وقال لي ما ينفعش ان انت تبقى على جي 1 وتعمل اوبزرفر، فانت محتاج تنزل مصر وتغير بي 1 بي 2 عشان ترجع تعمل اوبزرفر. وطبعا انا ما عملتش كده، وكان الموضوع طبعا مرفوض ان ننزل مصر. طيب متهيألي انا كده يعني غطيت غالبا كل الحاجات الخاصه بالريسيرش. الحاجه الاخيره اللي هتكلم فيها برضو عشان ابقى خلصت الريسيرش خالص ما ارجعوش ان شاء الله تاني، موضوع البنك ستيتمنت اللي بيطلب منك في ريسيرش. موضوع البنك ستيتمنت اللي بيطلب منك في ريسيرش، انت لما تبعت لي الاوفر ليتر في جامعه كنتاكي من جامعه كنتاكي لما كنت في مصر بيبقى مكتوب ان انت يعني ان انت هتيجي جامعه كنتاكي من الشهر كذا للشهر كذا، ويعني كلام كله عادي اللي هو هنوفر لك ديسك وهنوفر لك كمبيوتر والادوات والكلام ده كله، وبيقول ان هو بيبقى يعني بيقول ان هم طالبين منك زي اثبات او بنك ستيتمنت ان انت تقدر تتكفل بنفسك يعني بحوالي $1,500 في الشهر في جامعه كنتاكي. فطبعا $1,500 في الشهر لما جيت اول مره، وانت بتضرب ال 1500 في الشهر في 6 شهور اللي انا كنت جاي اول مره عليهم، فانت بتتكلم في حوالي $9,000. فهم بيبقوا عايزين بنك ستيتمنت في السفاره، لان السفاره بتبص على الاوفر ليتر ساعات، او انك هتبعته تاني لجامعه كنتاكي عشان تخلص لك الورق اول مره، فانت محتاج انك معاك بنك ستيتمنت ب $9,000 عشان ورقك يمشي.
ده في مكان زي جامعه كنتاكي. طبعا الموضوع بيختلف من جامعه لجامعه على حسب الايه يعني حسب تكاليف الولايه وكده، كل مكان ليه نظامه، ولكن ده كان الموجود في جامعه كنتاكي تقريبا كان 1500 دولار في الشهر. طبعا انت مش بتعيش ب 1500 دولار في الشهر طبعا في كنتاكي، كنتاكي ارخص من كده بكتير، بس هنتكلم عليها في اخر الفيديو، هنتكلم عن اللي هي تكاليف المعيشه هنا في ولايه زي كنتاكي، وهنشرح يعني بالتفصيل انك الفرق بين ولايه كنتاكي وولايات تانية في موضوع تكاليف المعيشه وكده، وده يمكن السبب عشان كده قلت لكم ان انا قدمت في ولايه تكاليف معيشتها رخيصه من اول خالص من قبل ما اجي من مصر. تمام. فانت وانت بتروح السفاره بيبقى معاك البنك ستيتمنت ده، البنك ستيتمنت ده ممكن يكون بتاعك، ممكن يكون بتاع والدك، بتاع والدتك. انا اعرف واحد راح البنك راح بالبنك ستيتمنت بتاعه في السفاره، سوري البنك ستيتمنت بتاع خاله، واتقبل وخد الفيزا عادي جدا، ما كانش عنده اي مشكله خالص. اهم حاجه ان القنصل يعرف ان في حد هيصرف او هيتكفل بيك الفتره دي. تمام. برضو زي ما قلنا قبل كده في ناس كتير يعني اعرف ناس سلكت نفسها لما جت امريكا هنا، وبرضو بطريقه ما بداوا يلاقوا لهم مصدر دخل، مثلا بيبقى حاجه بسيطه في الاسبوع كده، مثلا بتاع 20 ساعه في الاسبوع شغل، الساعه بتبقى مثلا ب 10 او ب 9 دولار وايه، وبيسلكوا نفسهم وما احتاجوش ان هم يصرفهم من الفلوس اللي موجوده في البنك ستيتمنت بتاعهم، بقوا يصرفوا من معاهم يعني بيشتغلوا ويصرفهم على بيصرفوا على نفسهم يعني. فهو ده اللي حصل، وده يعني ما اعتقدش ان يعني اغلب الناس اللي عرفت يعني ان هي بتسافر بتعمل حاجات زي بتعمل حركات اللي هي ان هم بيلاقوا شغل وكده وما عندهمش اي مشكله خالص والدنيا بتمشي يعني. طبعا الموضوع مش مستحب يعني، ولكن انا اعرف ناس عملت الموضوع ده يعني. المهم خلصنا كده موضوع الريسيرش يا شباب، والحمد لله قفلناه. تعالوا بقى نشوف الاكسبيرينس بتاعتي في الماتش، ودي كانت اكسبيرينس انا اعتقد ان هي يعني حاجه ممكن تكون انيوجوال شويه، حتى ممكن لناس كتير حتى من اللي ماتشد معايا السنه دي. طبعا انا زي ما قلت لكم ان انا جالي 4 انترفيوز، ولا انترفيو جات لي بال يعني ولا دايركتور بعت لي انترفيو من نفسه يعني، انا ما جاليش ولا انفيتيشن لوحدها من غير ما انا ابعت ايميلات وزن. فلو كنت قعدت يعني عادي كده بتشيك الايميل بتاعي كل شويه ما كنتش جالي ولا انترفيو، ما كنتش حالا ماتش اصلا، كنت حالا بقيت انماتشد وكانت الدنيا هتتقلب خالص العكس يعني. فاللي انا عايز اقوله ان انت تبقى يعني انسان اكتف، مش بس لا تبقى اكتف، تبقى انت اللي بتبعت للدايركتورز وانت اللي بتبعت ايميلات، وانك مثلا يعني لما يعني مثلا الماتش مثلا بيبقى من شهر من نص 9 لحد مثلا نص 12، ده الفتره اللي انت بيجي لك فيها انترفيوز. كل فتره ليها نظام في الماتش يعني، اول فتره ديت اللي هي من اول نص 9 ديت بيبقوا هم بيبعتوا من اول يعني، هم لسه بيبعتوا اول مره للابليكانتس ولسه بيفلتروا وبيعملوا الكلام ده كله. فبرضه تبعت ايميلات زي ما انا عملت في السيزون بتاعي، ان انا بعت ايميلات ويفز في الاول خالص لكل البروجرام لما السكور السي كي بتاعي طلع، وعرفتهم ان انا السكور السي كي بتاعي طلع عشان لو كان حد فيهم فلترني، او لو حد عمل داونلود ابلكيشنز من على النت من غير ما وانا ما نزلتش في الابلكيشنز ديت عنده، يبدا يبص على الابلكيشن بتاعتي لعل وعسى ان هو يبعت لي انترفيو. جالي بالموضوع ده قلت لكم قبل كده، جالي واحده انترفيو في اول ويفز من الايميلات اللي بعتها، بعت حوالي 120 او 130 ايميل ودي جالي فيها انترفيو. بعد كده استنيت شويه باربع خمس ايام ما جاليش انترفيو، يعني بعد اسبوع من اول انترفيو من اول انفيتيشن جات لي، رفعت سماعه التليفون، كان 130 بروجرام قدمت فيهم، رفعت سماعه التليفون على 60 بروجرام. طبعا انت موضوع التليفون ده يعني انت ورزقك، في ناس كتير ما بتردش، بيبقى زي اللي هم بيسيبوا لك كده فويس مسج ما بيردوش اصلا، عارفين ان الطلبه بتطلب او بتتصل في الوقت ده كتير وان الطلبه بتزن كتير فما بيردوش. في ناس تانية بترد وبتبقى الى حد ما ردها رود شويه، اللي هو مش بس تقول لك لا احنا مش هنعمل كذا، لا دي بتزعق لك ممكن، او اللي هي يعني بتزعق لك بطريقه معينه، اللي هو معلش احنا ما بنقبلش حاجه زي كده. وممكن يعني انا اتحصلت معايا وقالت لي مع السلامه وقفت السكه في وشي حتى من غير ما انا اكمل كلام. في ناس تانية حصلت معايا برده ان هي بترد وممكن ترحب وتقول لك طب الابلكيشن بتاعتك ايه، بعد كده تقفل معاك التليفون وتقول لك هنراجعها ونبعت لك لو احنا انترستد يعني في الابلكيشن، احنا حبينا الابلكيشن بتاعك هنبعت لك انترفيو. اللي حصل معايا بقى كانت في يعني كان تليفون برضو بعت البروجرام، وكانت الكوردينيتور كانت شخصيه لذيذه جدا، كلمتني في التليفون ما كانتش مستعجله ولا كانت بتقفل في الكلام خالص، ورحبت واخدت الاي ام سي نمبر بتاعي، وبعد كده بصت على الابلكيشن بتاعتي من على النت وهي على التليفون، وقعدت تندم مع نفسها شويه كده بسرعه، قالت اسمي والبلد اللي انا ايجيبت ومش عارف ايه وكده، وفي خلال حوالي 20 ثانيه او 30 ثانيه قالت لي محمد بليز تشيك يور ايميل اي هاف سند انفيتيشن فور يو. فطبعا تشيك الايميل بتاعي طبعا ولقيت الانفيتيشن جايه لي من المستشفى ديت، وكنت مبسوط جدا. ودي كانت تاني مقابله ليا. تالت مقابله ليا كانت ويفز برضو ايميلات، بعت ايميلات حوالي في اخر شهر 10 لما طلع الابلكيشن،
بعت ايميلات تانية، وجالي بعد البابليكيشن دي جالي 2 انترفيوز، والاثنين انترفيوز دولت جولي من كوميونيتي هوسبيتال، وده برضو يعني بكلم بقول للناس اللي هي فاكره ان الكوميونيتي هوسبيتال مش انترستد بالريسيرش، لا انا على حسب الاكسبيرينس بتاعتي انا غيرت فكرتي تماما لما دخلت الماتش، وادركت ان هم فعلا بيحبوا الريسيرش وبيحبوا خصوصا الحاجات الكلينيكال ورك زي الكيز ريبورت او الكلام ده كله وبتتسال فيها في الانترفيو. ده اللي حصل معايا، انا اتسالت في الكيز ريبورت بتاعتي في الاربعه انترفيوز، في 2 منهم قالوا لي اشرحها لي، اشرح يعني اشرح لي كيز ريبورت كلها ايه اللي حصل فيها، وفي واحد سالني سؤال جوه الكيز ريبورت نفسها كانت عباره عن كانت يعني بنقول ان الفوريكونازول بيعمل انديوسد مايوسايتس في حاله كان عندها يعني كان عندها لانج فايبروزس سيستيك فايبروزس. ف بعد ما عملنا لها لانج ترانسبلانتيشن وكده الفوريكونازول بدا يعمل لها وجع وكده ومش عارف ايه، المهم من هنا لهنا عرفنا ان الفوريكونازول هو اللي بيعمل مايوسايتس، بس كان يعني العيان او البيشنت دي كانت بتاخد في نفس الوقت كورتيزون مع الفوريكونازول. فده السؤال اللي انا سالته في الانترفيو، وقال لي ليه ما قلتش ان الكورتيزون هو اللي عمل المايوسايتس مش الفوريكونازول. اول 5 ثواني كده لبخت شويه وقلت له ان الفوريكونازول ده كانت لسه واخداه جديد وكانت واخداه بكميه كبيره، الكورتيزون كانت هي ماشيه عليه بقالها سنه، وقعدت كده في الاخر يعني وقفت كده بعد حوالي 5 أو 10 ثواني وقلت له انا عندي عايز اقول حاجه كمان. فقال لي ايه؟ فقلت له ان الكورتيزون بيعمل ماسل اتروفي، بيعمل مايوباثي، وده مش هنلاقي في انفلاماتوري سيلز تحت الميكروسكوب لو حد بياخد كورتيزون، لكن احنا لقيناها في الفوريكونازول، وده بيثبت ان احنا ان الكورتيزون ده اوريدي رولد اوت، ان هو مش السبب اللي بيعمل مايوسايتس. انا ما كنتش عارف ان الاجابه دي صح ولا غلط، بس انا كنت فاكرها من السي كي، بس هو الدايركتور يعني سقف لي بطريقه ظريفه جدا، يعني سقف لي بطريقه ظريفه وقال لي اتس ا جود انسر. وممكن لحد دلوقتي انا يعني انا حتى مش متاكد من الاجابه لحد دلوقتي، بس ده اللي هو قاله وكان مبسوط. فانا عشان كده بقول ان الريسيرش فادني جدا في الانترفيوز، ان هو جاب لي 2 انترفيوز هم بعتوا لي بعد ما بعت الببليكيشن، وفي نفس الوقت البيزك ريسيرش اللي انا عملتها الببليكيشن اللي انا عملتها عن الفيري سمول امبريونيك ستيم سيل اتسالت عليها في المكان اللي انا متشت فيه، واتسالت عليها في مكان تاني. في واحد قال لي بطريقه معينه انت عملت جريت جوب في البيبر بتاعت البيزك ريسيرش لكنك كان سكورك وحش في البيزك ساينس اللي هو في ستيب 1، والراجل ده كان بيديني هارد تايم وكان بيحاول زي ما بنقول كده بالعربي بيحاول يزنقني عشان يشوف اخري هعمل ايه، هتعصب ولا ههدى ولا هبرر ولا هعمل ايه. وطبعا زي ما قلت قبل كده انا رديت بكل شياكه خالص وقلت له ايوه انا فعلا جبت سكور وحش في ستيب 1، ولكن ستيب 1 علمتني حاجات كذا وكذا وكذا، وعملت عرفت ان المشكله كانت في ايه وشفت البرونز والكونز بتاعت المشكله وبدات احلل المشكله بتاعت ستيب 1 وعدلت وصلحتها في السي كي وبدات اشتغل تحت ضغط وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. وقلت له ان انا في الاخر يعني قلت له في الاخر ان ستيب 1 اللي انا عملتها ديت برضو زي ما قلت قبل كده ان انا ابريشيت الغلطه دي، حولت الموضوع اللي هو كان نقطة ضعف في الانترفيو حولتها نقطة قوة، ما انكرتش ابدا موضوع الغلطة اللي انا عملتها، ما بررتش، ما قلتش ان انا نمت لا حد مات ولا الكلام ده، لا ما قلتش الكلام ده خالص، وابريشيت الموضوع ده جدا. وهو رحب جدا وقال لي that's a great answer وكان مبسوط وضحك، ويعني عدنا الموقف ودخلنا على الاسئلة اللي بعدها. فالحاجات دي بتفرق جدا جدا، عشان لما انا اتسالت السؤال ده في المقابله في انترفيو قبل انترفيو تانية جات لي في اوهايو اتسالت السؤال ده، ووقتها الدايركتور مسك القلم، وده اللي انا قلتها لكم في الفيديو اللي فات هقولها لكم بعدين، الدايركتور مسك القلم وكتب كلمه في يعني كان معاه اللي هو كان معاه زي الابلكيشن بتاعتي في ايده، يعني معاه البيبر بتاعتي، وقايم من على المكتب راح جاب قلم وكتب كلمه معينه على الابلكيشن وعمل عليها دوائر كتير. انا ما اعرفش لحد دلوقتي الكلمه دي ايه، بس لما هو قال لي محمد ايه احسن اكسبيرينس عملت عليك في حياتك، فانا بصيت له كده بتاع حوالي كام ثانيه وبعدين قلت له ماي ستيب 1 اكسبيرينس. هو بص لي والله بص لي حاسسني يعني عايز يقول انت غبي ولا انت بتقول ايه، فقلت له ماي ستيب 1 اكسبيرينس، وبص لي كده ما كلمش سكت، فيعني زي ما يكون بيقول لي كمل. فانا كملت له الاجابه وقلت له ستيب 1 وقلت له الاجابه اللي قلتها قبل كده ستيب 1 ديت علمتني كتير، وقعدت بالظبط على زي المقابله اللي قبلها حولت نقطه الضعف لنقطه قوه. ساعتها قام جايب القلم من على المكتب وقام كاتب كلمه على الابلكيشن بتاعتي اللي في ايده، وقام عامل عليها دوائر
قدامي، بس انا مش فاكر الكلمه، كان ما شفتش ما لحقتش يعني القط الكلمه كانت ايه، بس هو كان مبسوط من الاجابه. فعشان كده بقول لك انك ما تحاولش تدي اي اكسكيوزز في الانترفيوز لاي غلطه انت عملتها. شوف حاجه انت عملتها كويسه بعد الانترفيو، او بعد قصدي الغلطه اللي انت عملتها في حياتك، سواء كانت اتمب، سواء كانت سكور قليل في ستيب 1 او ستيب 2، سواء يعني اي ريد فلاج عندك في السي في، شوف اي حاجه كويسه انت عملتها بعدها، وحاول انك تربط الاثنين ببعض وتعرفه ان انت اتعلمت درس من اللي حصل لك، وان انت فعلا انسان بتشول امبروفمنت بتاعك، مش بتبكي على اللبن المسكوب، مش بتقعد تبرر وتقول له ان انا اسف و ده انا حصل لي ظروف والكلام ده. هم ما بيحبوش الكلام ده في امريكا، ابريشيت ان انت غلطت. تمام. طيب دي كانت الانترفيو برضو يعني دي برضو كانت واحده من الانترفيو اللي سالت فيها في موضوع الريسيرش. فيعني انا زي ما قلت قبل كده، انا كنت وانا قبل ما اقدم على الماتش كنت اسمع من الناس ان هم بيقولوا ان البيزك او الريسيرش عموما مش مهم في الكوميونتي هوسبيتالز، دي للناس اللي عايزه تمتش في جامعات. ولكن انا اكتشفت ان هم الاربعه انترفيوز سالوني في الريسيرش عادي جدا، ما كانش في فرق بين الجامعه او الكوميونتي هوسبيتال، كلهم اتكلموا معايا فيه. ف الله اعلم هم يعني، بس انا ما اعتقدش ان هم بيتكلموا عشان انا عملتها في السي في، لا هم قرأوا البابليكيشن او قرأوا الكيس ريبورت وسألوني اسئله من جوه زي ما حصل في المقابله بتاعت اوهايو، فهو كان انترستد ان هو يعرف الريسيرش بتاعك بيتكلم عن ايه. تمام. طيب الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها موضوع البريبريشن للانترفيو. انا كل انترفيو جات لي زي ما قلت، انا لي اربع انترفيوز، كل انترفيو جات لي كنت بحضر قبلها من 10 ايام لاسبوعين، ما كانش ورايا حاجه. كانت يعني يا جماعه عايز اقول لكم حاجه بجد، الانترفيو سيزون او الماتش سيزون ده امتحان، يعني ما تستهونش بيه تماما خالص، ما تستهونش بموضوع الماتش والانترفيوز والبريبريشن بتاعه الانترفيوز، لان ده بالظبط عامل زي امتحان السي اس او امتحان السي كي، هو ده الامتحان الحقيقي اصلا اللي بيحدد انت هتماتش ولا لا. هو الانترفيو دي يعني هو البرفورمانس بتاعك جوه الانترفيو ده اللي بيحدد انت هتماتش ولا لا، ده الاختبار فعلا اللي انت بتشوف نتيجته في شهر مارس. فانت لازم تبقى عامل حسابك ان الانترفيو ده مش يعني مش مثلا انت بتجمع شغلك اللي انت عملته في الكام سنه في امريكا ورايح بقى الانترفيو تتكلم عليه، لا لازم تبقى محضر الانترفيو كويس وعارف انت داخل تعمل ايه. بمعنى انا مثلا لما رحت الانترفيو، لما جالي كل انترفيو جات لي كنت بحضر لها زي ما قلت قبل كده على الفيسبوك، ان انا كنت يعني بعمل حاجه معينه لكل انترفيو كنت بروح لها. كنت كل مستشفى كان ليها فايل على النت، مش على الويب سايت بتاع المستشفى، لا ده هي كان ليها فايل على جوجل في السيرش، بتكتب اسم المستشفى وبتكتب جنبها سيفتي اند كواليتي بي دي اف. وده زي ما انا قلت قبل كده على الفيسبوك للناس اللي قرات البوست بتاعي بعد الماتش، وفي ناس كتير طلبت مني ان انا اشرح الموضوع ده، قلت لهم هشرحه في الفيديو. يعني مثلا ديت معرفش هتطلع لكم في الكاميرا ولا لا، ديت فايل للكواليتي والسيفتي بمستشفى عملت فيها انترفيو. الفايل ده انا نزلته من على الويب سايت وقعدت قراته كويس جدا، بيبقى حوالي من 12 ل 20 صفحه على حسب كل مستشفى او على حسب المكان اللي انت بتروح تعمل فيه انترفيو، بيبقى من 12 ل 20 صفحه. انا كنت بطبع ثلاث نسخ، كنت بطبع نسخه ليا عشان اشخبط فيها والون واذاكرها، وفي نسخه ثانيه لان كل مستشفى ليها اثنين انترفيوز، فكنت بعمل نسخه لكل فاكلتي او لكل واحد بيعمل لي انترفيو جوه المستشفى. فكنت بطبع ثلاث نسخ، واحده ليا واثنين عشان اديهم للدكاتره في الانترفيوز، كنوع من ان انا عملت الواجب بتاعي قدامكم، وان انا جبت لكم الكلام ده، وان انا انترستد في البروجرام بتاعكم وبوريهم الفايل اللي انا طبعته. فديت حاجه مهمه جدا، فادتني كتير جدا جدا جدا، لدرجه ان انا في انترفيو اتكلمت معاهم فيها وقلت لهم ان انا يعني ان انا عارف ان انتم في سنه 2022 بتفكروا ان انتم تعملوا ديس انفكشن للبيد سيرفيس من الكلوسيرم ديفيسيل باستخدام الالترا فايلوت ريز في خلال 90 ثانيه. الدايركتور كانت مبسوط جدا 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 من الاجابه، ويعني ضحك اللي هو كان فعلا يعني زي ما يكون هو كان منبهر، لدرجه ان هو في اخر الانترفيو، وده حصلت في مقابلتين، اخر الانترفيو في اثنين او في يعني اثنين دايركتورز طلبوا مني ان انا اسيب البي دي اف فايل ده اللي انا عملت له برينت ده، اسيبه عندهم في المكتب بعد الانترفيو. المكان اللي هو انا قلت له موضوع الالترا فايلوت ريز طلب مني الفايل ده لو ما ياخده عنده في المكتب، ومكان تاني برضو اتكلمت عن الكواليتي بتاعت المستشفى من غير حتى هو ما يطلب مني. لما هو بيقول لي عندك اسئله في الاخر خلاص، قال لي do you have any question for me، قلت له انا حابب اتكلم عن كذا وكذا وكذا. وحط في بالك ان انت اللي محتاج تماتش، انت اللي محتاج تدور على الماتش، ما تستناش ان هو يسالك حاجه معينه عشان تجاوب وتقول يا رب يسالني عشان اعرف ارد او عشان اقول الاجابه اللي انا عايز اقولها، لا افرض نفسك عليه وحاول انت اللي تسوق المقابله لو عرفت. فده اللي انا كنت بقوله لما كان بيقول لي عندك اي question for me، كنت عرفت لو انا عندي حاجه لسه جوايا عايز اقولها او عايز اطلعها كنت بقولها بطريقه معينه وبطلع له الفايل من الدوسي بتاعي وكنت بديهوله، كان بيبقى مبسوط جدا. هو مش مستعجل، هو مش وراه حاجه، هو قاعد لك في الانترفيو مركز معاك عشان بيرنكك،
انتباهه كله معاك انت، فانت حاول ان انت تستغل الفرصة دي في النص ساعة بتاعت المقابلة ديت، هي اللي بتحدد انت هتكون او لا تكون. فما تن يعني ما تحاولش ان انت تتغاضى عن حقك ابدا في حاجة زي كده، او انك يعني يعني ب2 جنيه مجهود زيادة تستخسرهم وممكن فعلا ينقلوك ويغيروا نظرة البروجرام دايركتور ليك تماما بحاجة زي كده. فده اللي انا عملته، سبت البي دي اف او الفايل ده في مكانين، في 2 انترفيوز. طبعا انا اتكلمت عن الفايل ده في كل الانترفيوز اللي رحتها، اي انترفيو رحتها من الاربعه اتكلمت عن الكواليتي والسيفتي، بس في واحد طلب مني البي دي اف والتاني طلب مني، والاتنين التانيين انا اللي اديته لهم بمزاج، يعني قلت لهم معلش انا عايزك تحتفظ بيه. وطبعا انا كنت زي اي مصري صايع، كنت حاطط على الفايل اللي انا طابعه ده كنت حاطط اسمي وحاطط الاي ام سي نمبر بتاعي، عشان لما الدايركتور ده يجي ان شاء الله كده بعد 10 ايام ويبدا يعمل رانكينج للابليكانتس كلهم اللي موجودين اللي جم انترفيو في المكان هنا، يفتكر ان كان في واحد سايب على المكتب بتاعه الفايل ده، ويفتكر الكلام اللي انا قلته، لما يبص ويلاقي اسمي والاي ام سي نمبر هيفتكرك غصب عنه، هيفتكرك لانك انت مش بعيد تكون انت الوحيد اللي انت عملت حاجه زي كده. ودي اتقالت لي في مقابله، كان اخر يوم 28/1 عملت مقابله، واتقال لي انت النهارده اخر يوم في المقابلات، انت الوحيد اللي كلمتني عن الموضوع ده في ال 320 ابليكانتس اللي قبلك. فانا كنت طالع مبسوط جدا من الانترفيو دي طبعا، لان هما كان 320 ابليكانت بينافسهم على 13 بوزيشن، وفي نفس الوقت انا الوحيد على كلام يعني على كلام الدايركتور ان انا اللي قلت الموضوع ده، فهي عملت منشن للحكايه دي، فمعنى كده ان هي ابريشيتد او ان هي مركزه في اللي انا بقوله، ودي معناها ان هي حطت في دماغها، سواء كانت الست اللي عملت لي انترفيو او سواء كان الدايركتور بتاع نفس المكان، لان انا اتكلمت مع الاثنين في الموضوع ده تمام. فدي حاجه كانت كويسه جدا، واعتقد ان هي نفعتني جدا، انك تبين للبروجرام دايركتور ان انت قد ايه بتحب المكان، وان انت قد ايه عارف عنه كل حاجه، وان ساعتها البروجرام دايركتور ده بني ادم يعني بني ادم عنده مخ وعنده قلب برضو، هيستخسر بنسبه يعني ان شاء الله طبعا ان هو يبقى مستخسرك تروح في مكان تاني، لما يبقى عندي حد عارف كل ده عن البروجرام وحبه ومرحب وعارف الدهاليز بتاعت المكان كلها، وعارف الرؤية المستقبلية للمكان او للمستشفى، وعارف احنا بنعمل ايه وبنفكر نعمل ايه كمان سنة او سنتين، فحرام ان هو يسيبك او يضحي بيك لمجرد ان انت عندك اتمب في سي اس، او ان انت اودو جراديويشن، او ان انت عندك سكور قليل، ويسيبك تروح في مكان تاني وياخد واحد تاني ممكن ما يكونش حابب المكان او يعني ما شابه ذلك، فبيقوم تلقائي جدا بيحطك في الرانك اعلى. ولذلك انا شفت ناس جايبه 250 زمايلي وكانوا موجودين هنا في ولايه كنتاكي، في يعني كانوا عايشين في لوفيل المدينه اللي جنبي، وجايب 250 في ستيب 1 و240 او 243 في ستيب 2 سي كي، وواحد باكستاني برضو جايب نفس السكورات كان معايا في امتحان سي اس في هيوستن. الناس ديت واحد جاله 7 انترفيوز انترنال ميديسن، والتاني جاله 6 انترفيوز، والاثنين دنت ماتش ما متشوش، وكانوا هيتجننوا ومتعصبين، اتعصبوا عليا حتى في التليفون وهما بيكلموني، كانوا يعني فعلا زعلانين جدا، ازاي ما متش و7 انترفيوز، انا هموت، انا فقدت الامل ازاي ومش ازاي. هو مش كل حاجه السكور اللي بيجيبك انترفيو ده، بيجيبك علشان بيبص على حاجه معينه فيك، عايز يشوف دماغك، عايز يشوفك كشخص، هل انت لما يتحط في التيم بتاعه هتسد ولا لا، هيحبوك ولا لا، هل انت هتبقى شخص اكتف ولا لا. كان في انترفيو برضو دايركتور قال لي ان هو عنده قبل كان جايب في ستيب 1 250 و230 في ستيب 3 which is يعني great، يعني ستيب 3 230 ديفو الافريج بحوالي 10 درجات تقريبا، وقال لي ان هو من اسوأ النواب في الشغل الكلينيكال. طبعا انا ما ردتش يومها وتنحت، لو انت ازاي يعني عايز اقول انت بتقول ايه. فقال لي هو يعني معنى الكلام بالفلاحي كده ان هو مش فالح غير انه يقعد يذاكر على اليو وورلد ويقعد يقرا في الكتب ويخش يجيب السكور، لكنه في الحياه الكلينيكال بطيء، على ما يروح للعيان يعمل حاجه بيطول، بيقعد يفكر كتير، بياخد وقت، مش يعني زي ما بنقولها بالعربي عامل زي البطه يعني بطيء عايز ينجز. فهم يعني الحاجات دي لما بيحسوها منك في الانترفيو، لو انت جايب 250 انت ممكن ما تلزموش، هو مش عايز حد يمشي في المستشفى بسكور، هو عايز واحد يشتغل ويبقى حرك ويسد في النيابه. وديت ميزه نيابات نيويورك، ان هي برامج زحمه، الشغل بتاعها بيبقى تقيل، اللود بتاعها بيبقى تقيل، فعايزين النايب السلكاوي اللي يعرف يسلك نفسه، مش النايب البطيء اللي بياخد وقت جامد في التعليم واللي هو بيقعد يعطل الدنيا كلها وراه والكلام ده كله. ولذلك قالت لي عشان كده احنا بنفكر نصوت على موضوع الباص والفيل بتاع ستيب 1، علشان احنا بيجي لنا ابليكانتس جايبين سكورات عاليه، ولكن لما بيماتشوا عندنا بنتفاجئ من البرفورمانس بتاعهم، يعني بيجي لنا شك ان احنا مش متوقعين ان هو يكون البرفورمانس بتاعه قليل اول الدرجه دي.
فده برضو اجابه اسئله زي مثلا انت ليه بتلاقي واحد جاي 200 او 208 او 210 ماتش انترنال ميديسن وواحد تاني جاي انترفيو في نفس المكان بتاعك اللي انت عملت فيه الانترفيو ده اللي انت ماتشت فيه وجايب من هو 250 وما جالوش ماتش خالص لا في المكان ده ولا في كل الاماكن اللي راحها. وده بيدل ان البروجرام دايركتور بيبقى ليه نظره معينه، ده واحد هيسلك في النيابه اللي جاي 208 او جاي 210 واتفر السكور بتاعه، ده واحد انا شايف ان هو هيسلك في النيابه، ده واحد انا شايف ان هو هيسلك نفسه مع النواب او هيبقى انسان هيفيدني في المكان، لكن ده واحد البرفورمانس بتاعه في الانترفيو والاتيتيود بتاعه بيدل ان هو هادي بطيء يعني مش انسان اكتيف، بتحس انت بتقعد جنبه كده بتنام، فده بيحس هو الدايركتور بيحس الكلام ده في الانترفيو، ولذلك هو بيعمل لك انترفيو ما بيعملكش يعني مش بيمتشك عن طريق الابلكيشن وخلاص، هو بيحتاج يشوفك تمام. فدي برده كانت حاجه من الحاجات الكويسه في الماتش اللي فادتني، موضوع الكواليتي والسيفتي بي دي اف ده اقراوه وذاكروه، الموضوع فعلا طلع بالنسبه لي انا على الاكسبيرينس بتاعتي فرق معايا، وممكن ده يكون سبب ان انا ماتشد. الحاجه كمان موضوع الابلكيشنز بتاعت الدايركتورز دي حاجه مهمه جدا جدا، وناس كتير قالت لي هم هيعملوها، وساعة الانترفيوز لما كلمتهم اللي كسل واللي ما قرأش واللي شاف العنوان بس كده منظر وخلاص، لا انا ما كنتش عملت كده، انا وصلت لدرجة في المقابلة اللي انا متشت فيها في نيويورك ان انا وانا ماشي في التور بتاعة المستشفى مع النواب، والله هذا حصل، ان انا وقفت 3 ثواني على بوستر متعلق على الحيطة بتاعة المستشفى، بوستر زي كيس ريبورت او حاجة، لقط العنوان بتاعه بسرعة، العنوان عنوان اللي هو التايتل بتاعه البوستر، ولقطت اول اسم من الاوثرز الناس اللي هم عاملين الكيس ريبورت دي او الابلكيشن دي، لقطت التايتل ولقطت اول اسم ودخلت في الانترفيو قلتها، قلت انا معجب جدا ان انا وانا في التور مشي وانا في التور مشيت لقيت البيبر او لقيت البوستر على الحيطه اللي بيتكلم عن كذا كذا كذا، وطبعا البروجرام دايركتور كان فرحان وكان مبسوط اللي هو انت لقطتها ازاي؟ لقطتها انا ما قرأتهاش ولا اعرف هي بتتكلم على ايه، بس انت تشغل مخك وزي ما قلت قبل كده انت مصري وتسلك، يعني انت واحد بتعرف تسلك نفسك في حاجه زي كده، قرأت العنوان قلت له انا معجب بالشغل بتاع المستشفى ومعجب بشغل النواب، وقعدت بقى اتكلمت ان انا بقى او ماي جاد بقى ده انا يعني اللي هو يعني انا بقى رايح اقيم المستشفى بقى مش مجرد قبل كانت هيموت على انترفيو، لا انا معجب بالمكان والله على الريسيرش اللي انتوا بتعملوه ده، انا قرات على الحيطه وانا ماشي في التور البوستر بيقول كذا كذا كذا، انا انتريست جدا في الموضوع ده، والنايبه اللي اسمها كذا هي اللي كانت عامله البوستر، ودي حاجه انا فعلا نفسي اشتغل معاها ونفسي هتحط في 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 في, في الجو بتاع الريسيرش ده في المستشفى، وكانت يعني كان الدايركتور مبسوط وكان مرحب جدا. فيعني انا عايز اقول لك ان انت يعني الحاجات دي مش لازم حد يقولها لك، ما حدش قالها لي، بس انت يعني بتحاول بقدر الامكان ان انت تحسسهم ان انت فعلا حابب المكان وفعلا انت انسان لماح. البابليكيشنز بتاعه البروجرام دايركتورز ديت مهمه جدا في ايه؟ مهمه جدا ان انا لما رحت اي انترفيو كنت بروحها كنت بشوف الاول الدايركتور، حتى لو هو ما كانش هيعمل لي انترفيو، لان يعني في ناس ما كانش يعني كانت في برامج مش لازم الدايركتور هو اللي يخش لك يعمل انترفيو، فكنت لازم اطبع البابليكيشنز بتاعه البروجرام دايركتورز ديت، وكنت لازم اذاكرها زيها زي البي دي اف كواليتي. يا جماعه زي ما قلت لكم الماتش ده هو واجب، هو هوم ورك، هو زي الامتحان، انت لازم تذاكر له، مش انك تخش كده ان انت عامل سي في كويس، والله من غير ان انت ما تحضر للكلام ده كله مش هتنول حاجه في الاخر تمام، وهتخسر سنه وخسرت لك 3 4000 دولار غير مصاريف السفر، في حرام ليه انت لاقي نفسك يعني ليه؟ حاول من اول مره تخش تسد، هي مره وهي القضيه خلاص، انت داخل تجيب ماتش، انت داخل تسيب بصمتك في المكتب بتاع البروجرام دايركتور بطريقه او باخرى. البابليكيشن اللي انا كنت بقراها للبروجرام دايركتور ديت لما البروجرام دايركتور قال لي خلاص يا محمد تمام يلا مع السلامه وخلاص بنقفل الانترفيو، قلت له انا بس عايز اوريك حاجه، فقمت مطلع البابليكيشن. تخيل لما تبقى انت جاي من ولايه كنتاكي رايح ولايه مدينه نيويورك ودايركتور يبقى قاعد في الانترفيو ويلاقي ان في بابليكيشن طالعه من قبل كانت جاي له، البابليكيشن بتاعته باسمه ومعمول عليها ماركرز وهايلايت وانت مذاكرها له، بتقول انا معجب ان انت عملت كذا وكذا وكذا وقد ايه ان الموضوع ده كان جميل لانك انت اول مره طلعت النتيجه نيجاتيف وبعدين فضلت وراها لحد ما طلعت واثبتت النتيجه اللي انت عايزها فعلا، الكلام ده خلى الدايركتور يضحك. وبص الامبريشن بتاعت الدايركتور دي بتتفهم، انت بتحسها يعني ما يعني والله بتحس وبتحس فعلا ان هو فرح من قلبه فعلا ان انت واحد هو كان خلاص هيمشيك وانت وقفته عشان توريه الابلكيشن، انت ذاكرتها وطبعتها وحضرتها وكتبت عليها اسمي والاي ام سي نمبر بتاعي وحطيتها في غلاف، انا عاملها لمين؟ لو انا طلعت من المقابله دلوقتي وما اديتهالوش، طب انا عملتها لمين؟ يعني عملتها لامي؟ عملتها لمين؟ بجد يعني حط نفسك مكاني، انت تعبت فيها ليه؟ اديها له، طلع المكتب وانت ماشي، كلمه فيها، وقفه، اديله بس نبذه
قول له انا معايا بابليكيشن ليك واسكت وقف الكلام، هو هيكمل هقول لك بجد ازاي وريني اتكلم عنها، بس خلاص افتح الكلام من جديد. هو مش مشغول في حاجه، هو ما وراهوش غيرك، هو قاعد للانترفيوز. فاقول له كده، قول له انا عندي بابليكيشن هو بتاعتك معايا، ووقف الكلام وشوف هيقول لك ايه. هتلاقيه هو اللي بيجرك، هو اللي بيقول لك بابليكيشن عن ايه، تطلع انت الكلام من جديد، قول له عن كذا وعن كذا وعن كذا، وطلعها له من الشنطه بتاعتك او من الدوسيه بتاعك، وريها له ووري له ان انت مذاكرها وان انت مخطط فيها، وري له ان انت فاهم الكلام اللي فيها، وسيب له نسخه على المكتب وقول له انا حابب ان انا اسيب لك النسخه دي على المكتب عشان تفتكرني كده، خليك صريح واضح كده. انا قلتها له، قلت له انا عايز اسيب لك النسخه دي على المكتب عشان انت يعني دي كان ريمايندر او انك تفتكرني بعد كده، وحطيت عليها اسمي والاي ام سي نمبر. الحاجات دي بتفرق جدا، اللمسات الاخيره التاتش الاخير بتاع الانترفيو ده بيفرق. اللي انت تبقى ماشي من المكتب وبتقول لنفسك انا محمد الحلو او انا اكس واي زي، انا مش هطلع من المكان ده الا لما ترنك. انا مش جاي دافع فلوس طيران وقاعد ومصاريف ومذاكره والكلام ده كله عشان احس ان انا رايح اسلم على حد اتكلم معاك كلمتين وندردش ونمشي. لا، انت رايح داخل المكتب ده، انا داخل هنا علشان اترنك، علشان وقت الرانك تفتكرني، تحطني في التوب 20% بتاعتك في الفرانك ليست بتاعتك. اماتش عندك فبتحاول تعملها باي طريقه، بكل الشغل احنا قلنا، بالفايل اللي انت بتطبعها، بالمعلومات عن المستشفى اللي انت بتعرفها من على النت. انا كنت بخش على المستشفى وبعرف النواب لو على الويب سايت بتاع المستشفى، كنت بخش من على الفيسبوك ابحث عن اسمهم والله على الفيسبوك وابعت لهم طلبات صداقه، وفي ناس ردت عليا وابعت لهم ايميلات ان انا عايز اعرف عن، ابعت لهم قصدي مسج ان انا عايز ابعت ان انا عايز اعرف عن المستشفى وعايز اعرف ايه المزايا بتاعتها، وكانوا بيقولوا لي الكلام، وكنت بروح اخده كده كوبي وبيست كده وبحفظه وراح اقوله في المقابله. ان انتوا عندكم مثلا اي سي يو عندكم عظيمه جدا، ان انتوا عندكم مثلا التروما ليفل 1 دي حاجه عظيمه، والكلام ده كله كنت بعرفه. يمكن في 3 نواب ردوا عليا على الفيسبوك من الطريقه دي. يعني انت اي حاجه بتعملها، يعني اي حاجه بتتعب فيها انت بتلاقي نتيجتها، وكل ده في الاخر بيصب في حاجه واحده بس، ان يجيلك كونجراتوليشن ايميل. فما تستخسرش اللحظه الفرحه اللي انت بتسعى لها بقالك سنتين او 3 أو 4، وفي ناس بدات تخش في 5 و6 سنين. ما توقفش، يعني ما تمنعش عنك اللحظه دي بسبب مجهود مش هيكلفك كله كام ساعه، يعني حاجات كلها بسيطه. فما تضيعش على نفسك الفرحه وتضيع فلوس والكلام ده كله عشان يعني زي ما قلت ب 2 جنيه مجهود زياده في الاخر. تمام، في الحاجات دي بتفرق قوي. وزي ما قلت لكم وقت الانترفيو انت فعلا بتتساوى، يعني وقت الانترفيو انت لو عملت كويس انت خلاص عديت، انت تطمن ان شاء الله تبقى طالع، حتى تحسس ان انت هترنك في المكان، حاسس ان هو ممكن يكون حبك وهيمتشك، ترمي بقى موضوع السي في بتاعك والسكورات والكلام ده كله طالما شافك از ا بيرسون. تمام. طيب الموضوع السوشيال لايف، ان الناس اللي يعني في ناس قلقانه من موضوع السوشيال لايف في امريكا ويعني بتشتكي منه او مش بتشتكي، يعني هي خايفه من حاجه زي كده. بصوا يا جماعه، انا هنا قاعد بقالي تقريبا يعني داخل على 4 سنين اهوت، في قاعد في ولايه واحده، نقعد في كنتاكي، ما عملتش اي اكسبيرينس في مكان تاني غير في ولايه كنتاكي. زي ما قلت رحت قبل كده في كذا مكان، لكني قاعد هنا في كنتاكي بقالي 4 سنين، سواء كان ريسيرش او اوبزرفرشيب. انا مش شايف يعني انا طبعا كان في شويه في الاول اللي هو مش هقول لك الكالتشر شوك، بس اللي هو اختلاف البلد، اختلاف مصر عن امريكا، وده حاجه طبيعيه وحاجه ريزونبل، يعني حاجه مش تتخض منها. طبيعي انت جاي من مصر، انا انسان، انا واحد من سمنود، دخلت كليه طب المنصوره ومن طب المنصوره على امريكا. فطبعا في الاول كان في شويه اختلاف، بس انا مدرك وعارف الكلام ده من وانا في مصر ان انا هلاقيه. بس الفكره كلها ان في مزايا كتير جدا عن الحاجات اللي تخوفك في امريكا. يعني اولا موضوع الامريكي، موضوع السوشيال لايف في امريكا عموما، الشغل بتاعك هنا في امريكا، يعني الحياه في امريكا سريعه جدا جدا اكتر مما تتخيل، يعني حياه سريعه. الشغل بتاعك طبعا بغض النظر عن الايام اللي احنا فيها بتاعت الكورونا ديت ربنا يعافينا، لكن الشغل في امريكا بيبدا بدري وبيخلص ممكن الساعه 6 او 7 على حسب انت بتشتغل في ايه بالظبط. لو انت نايب يعني انت ما تبقى نايب، او لو انت بتشتغل ريسيرش، بس غالبا الشغل مش بيخلص قبل الساعة 5 او 6 بالليل اللي هو وقت المغرب. فاليوم اصلا تقريبا يعني تلتينه شغل، اللي هو انت دلوقتي بتروح تتعشى وبتنام، والويك اند بتاعك بيكون سبت وحد من كل اسبوع لو انت بتشتغل مثلا ريسيرش او الحاجات اللي هي مش مرتبطه بشغل المستشفى او شغل مرضى. فالسوشيال لايف بتاعتك انت عندك اصحاب كتير جدا. انا واحد، انا عازب، عندي ناس كتير من اماكن في امريكا، يعني في الولايه قصدي، انا في ولايه كنتاكي، من كل الجنسيات، وما كانش عندي اي مشكله ابدا. وبتبقى انسان يعني بتحس ان انت فعلا انت حاببها، انت حابب انك تبقى عندك اصحاب كتير من كل حته فعلا، يعني من دول العربيه، من دول الشام، من عمان، من السعوديه، من ناس اجانب، من بنجلاديش، من الهند. الناس دي كلها يعني انت فعلا بتقابلهم كل يوم وانت بتصلي في صلاه الجمعه، كلنا بنتجمع وبنسلم على بعض، وبيكون في ناس معاهم اطفال، والاطفال هنا بتتربى كويس جدا. انا ليا واحد صديق باكستاني اعرفه شخصيا، عنده طفلين ولد وبنت توأم، وبيوديهم مدرسة إسلامية.
انا ما اعرفش مدرسه اسلاميه فين بالظبط، لكن انا يعني انا ما رحتش المدرسه الاسلاميه دي، لكن انا اعرف ان في مدرسه اسلاميه هنا في البلد وهو بيعلمهم فيها عادي جدا بحريتك، والاطفال ما شاء الله يعني ما شاء الله حافظين القران وكل حاجه، ما عندهمش اي مشكله خالص. هو الراجل شغله هنا وزوجته منتقبه وشغلها هنا، يعني هي حياتهم كده. فمش ديت الحاجه اللي ان شاء الله هتوقفك عن حلمك او توقفك ان انت تسعى انك تتعلم وانك تطلب العلم ده او ان انت تجتهد في حياتك عشان توصل للمكان ده، مش دي اللي هتعطلك. في بارات وفي شغل اللي هو الحريه واختلاف الثقافه والكلام ده كله، وفي طبيعي جدا زي اي ولايه في اي حته في امريكا، يعني طبيعي ما انت لابسه ممكن لبسه مش كويس او كده، بس ده مش يعني مش ماشي في الشارع بيطلعوا لك من تحت الارض. انت بتتكلم على كام في الميه من الولايه، يعني كام حد بتشوفه اصلا بالمنظر ده؟ مفيش. وقت الصيف اصلا تلات ارباع البلد بتبقى فاضيه لان الجامعه بتقفل الاجازه، وما بتلاقيش اصلا طلبه، كلهم بيرجعوا ولاياتهم اللي هم جايين منها. الناس المسلمين هنا على طول بيتجمعوا مع بعض في رمضان يوميا، احنا يوميا في رمضان بنفطر مع بعض، يوميا في رمضان بنفطر مع بعض كلنا المسلمين اللي هم العزاب، كلنا بنتجمع وبنفطر مع بعض، وفي ستات اللي هم الرجال المتجوزين بيطبخوا لنا، ودي حاجه معروفه جدا جدا ومشهوره في امريكا، ان احنا اللي بنبقى جايين بطولنا بيتعمل لنا الاكل ده، بنبقى رايحين ونهزر ونضحك ونتكلم عن الدراسه في الجامعه وبنتكلم عن البلد، وبنخطط ان احنا نروح رحلات او بنخطط ان احنا نعمل حاجه في الويك اند اللي جاي. في صلاه العيد بتلاقينا يعني مش عايز اقول لك العدد بيبقى قد ايه، عدد فعلا يخوف. وكنت رفعت قبل كده كذا مره فيديو على الفيسبوك، اعداد مهوله من المسلمين الموجودين في المدينه، مش في الولايه بس، في مدينه لكسنتون هنا اعداد مهوله. المساجد هنا في حوالي اربع مساجد، في الاسلامي في لكسنتون اسلاميك سنتر، في مسجد في اسمه ارمسترونج، في روب ارينا، في مسجد بلال، المساجد موجوده، الحياه جميله، انا مش شايف فيها مشكله خالص. الدكاتره اللي هنا المصريريين اللي عندهم اولاد، وانا يمكن اشتغلت معاهم فتره، ما شاء الله ما شاء الله على اولادهم، يعني طبعا يعني والله العظيم انا يمكن في حد حتى ناس قالت لي ممكن يتربوا احسن من مصر كمان. فهي الموضوع مش اللي تقلق منه خالص. انت فعلا لو انت جاي انت انسان بالغ عندك يعني مش انت مش 15 سنه عشان تقلق، انت راجل عارف الصح من الغلط. لو انت جاي مع زوجتك انتوا عارفين الصح من الغلط، هتعرفوا تريز يور تشيلدرن ازاي، هتعرفوا تحافظوا عليهم، كل حاجه موجوده هنا في الولايه، مفيش اي مشكله، مش هتلاقي حاجه انت محتاجها، يعني مفيش حاجه هتبقى محتاجها ومش هتلاقيها خالص. المساجد مفتوحة عندنا هنا في الإسلاميك سنتر، سنويا بيبقى فيها دروس تحفيظ قرآن يوميا، يوميا في الصيف كل سنة بيبقى حوالي 3 شهور تحفيظ قرآن كل يوم. ولما بنروح نصلي ونتأخر شوية في المسجد بنسمع صوت الأطفال الصغيرة في الدور اللي فوقنا زي الكتاب كده بيقرأوا القرآن وبيحفظوه مع الشيخ أو الشيخة لو هم بنات. فالحياة جميلة جدا إن شاء الله ما فيش أي مشكلة فيها. بس زي ما قلت الشغل هنا في أمريكا بياخد الوقت جدا، تقريبا تلتين اليوم شغل زي ما قلت، فيعني مش هتلاقي وقت اصلا ان انت تعمل اللي انت عايزه، او لو انت عايز تتفسح او تخرج او تشوف يعني تشم هوا، مش هتلاقي الوقت ده في امريكا لو انت دكتور نايب او لو انت جاي ريسيرش، لانك هتبقى سواء هنا او هنا هتتنافخ في الشغل. فما اعتقدش ان ديت مشكله خالص باذن الله للناس اللي بتسال عن موضوع السوشيال لايف وخايفه منه. وموضوع العنصريه يعني في اكيد عنصريه في كنتاكي، يمكن كنتاكي على فكره من اكتر الولايات اللي فيها عنصريه، لان هي كانت عرف التاريخ بتاعها يعني ان هم كانوا هنا البيض هنا بيستعبدوا من السود من زمان، الكلام ده كان يعني ده تاريخ من زمان، فهي معروفه بكده لحد دلوقتي. بس طبعا الكلام ده دلوقتي خف خالص، الكلام ما عادش موجود تقريبا، هنا بقت في الدنيا بقت كويسه. ورجع انت عارف كمان ان الامريكان حتى يعني الامريكان الطبيعيين بيكرههم الامريكان العنصريين، والعنصريه دي مش عليك انت بس عشان انت عربي او مسلم، لا العنصريه دي بتبقى في دمهم هم لاي حد بره امريكا مش 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 متجنس مش يعني مش امريكي زيهم. فهنا برضو يعني مش انت لوحدك اللي بيتمارس عليك العنصريه، هنا امريكا بلد مش ملائكه، امريكا بلد مهاجرين. انا عندي في الجامعه هنا بيشتغل ناس من المانيا، اعرف ناس من المجر، اعرف ناس من انجلترا، في دكاتره مصريين، دكتور من لبنان، في ناس من الصين بالعبيط، اعداد مهوله طبعا طبعا غير الامريكان اصلا ولاد البلد اللي شغالين هنا. فدي بلد مهاجرين، يعني دي اتس يور شانس انت تجين اكسبيرينس وكالتشر جديده في حياتك وتحكيها بعد كده لاسرتك في المستقبل، وتبقى انت مبسوط انك بتتعرض للكالتشرز ديت في حياتك، سواء كانت اي حاجه حتى لو بتدق اكلهم، يعني الحاجات ديت جميله جدا في امريكا. وفعلا انت بتبقى عايز ان انت تجرب وحابب ان انت تتعرض للتجارب دي، بتحس بتغيير في حياتك جميل. وفي الاخر والاول هو يعني ما فيش حد بيتعدى حدوده، يعني ما فيش حد يقدر يعمل معاك حاجه طبيعي. انا ما بتكلمش طبعا في بعض الاماكن طبعا بيحصل فيها تعدي وكده، بس ده بيبقى نادر قوي وبيتقبض عليهم وكده، لكن انا بتكلم ان طبيعي ما حدش هيقدر يجبد حريتك او حد يقدر يمنعك انك تعمل حاجه معينه، لا عادي خالص، المساجد مفتوحه، الدنيا جميله، ما فيش حد بيوقفك، انت اللي عايزه بتعمله.
مفيش اي مشكله طالما بتحترم القانون وبتحترم حق جارك وبتحترم الناس اللي عايشه معاك. انت ما عندكش اي مشكله خالص انك تعمل اللي انت عايزه طالما ما بتتعداش حدودك او بتتعدى المساحه الشخصيه لحد معين عايش معاك. بس هي دي موضوع السوشيال لايف، ما اعتقدش ان انا ممكن استفيد فيه اكتر من كده. موضوع الجيرني اكسبنسز، مصاريف الموضوع بتاع المعادله والكلام ده كله، انت مش لازم ان انت تبقى معاك ال $5,000 مثلا او ال $4,000 من اول ما تقول انا هبدا طريق المعادله عشان تبقى عارف انك هتمتحن ستيب 1 والسي كي والسي اس. انا شفت ناس كتير جدا ما كانش معاها غير امتحان ستيب 1 حق امتحان او تمام امتحان ستيب 1 فقط، وبعد كده في اللي كان نايب في مصر وراح المالديف اشتغل سنه جمع فلوس حوالي 20,000 دولار تقريبا من سنه او سنه ونص في المالديف، ورجع على امريكا وبدا يكمل طريقه. هو مش خسر سنه، بالعكس هي السنه اللي هو اشتغلها في المالديف ديت هتجيب له بعد كده ان شاء الله الماتش، يعني هي هتجيب له بعد كده الاكسبيرينس في امريكا اللي هيبدا يقدم على الماتش وهيمتش بسبب الاكسبيرينس اللي عملها ديت. فالفضل كله بعد ربنا يرجع للسنه اللي هو عملها في المالديف، فهو ما ضيعش عمره، بالعكس ده هي كانت فتحه الخير عليه. وفي ناس ثانيه كانت بتشتغل في السياحه في شرم الشيخ والغردقه وبيقعدوا مثلا يجمعوا مثلا فلوس شهر بشهر لحد ما يجيبوا حق امتحان ستيب 1 مثلا، تمام امتحان ستيب 1 وبعد كده يمتحنوه ويبدا من الخطوه ديت ان هو يشوف هيعمل ايه في امتحان ستيب 2. فانا قصدي اقول لك ان انت ما تحطش كل حاجه فوق دماغك من اول خطوه، لا امشيها ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب بس، وما تقلقش هو رزق والله. لو انت ربنا كاتب لك هنا لقمه عيش، وده اللي كنت قلت لوالدي قبل كده لما جبت السكور بتاع الستيب 1 وانا في مصر لما قررت اطلع ريسيرش، قلت له يا بابا لو ربنا يا بابا كاتب لي لقمه عيش او شربة ميه في امريكا انا هاخد الفيزا واتوكل على الله. وكنت رايح الفيزا السفاره ديت يومها بالمنطق ده او بالكونسبت ده ان انا رايح يا اما تبقى فتحه خير ليا يا اما انا رايح اجيب دولاب واروح هاخد اللي هترفض من الفيزا وخلاص مش هفكر في امريكا تاني. اللي هو خلاص انا كده عرفت ان انا مش عارف اطلع من مصر عشان الفيزا اترفضت، ورحت وخدت الفيزا والحمد لله. طبعا يعني ربنا زي ما قلت لكم ربنا كاتب لي فيها لقمه عيش والحمد لله ماتشد. ويعني انت لو ربنا رزقك ويعني لو انت ليك خير فيها والله ما حد هيمنعه، بس انت اسعى وحط هدفك قدام عينيك ولازم تعرف انت عايز تعمل ايه بالظبط عشان تشتغل صح من الاول. حق الاستبات، تمن الاستبات يعني متهيألي من 900 ل 950 ستيب 1 و2 كل واحد طبعا، وستيب سي اس ده كان بيبقى غالي شويه حوالي 1450 تقريبا، $1450.